السلام عليكم مشاهدينا، حياكم الله في نشرتنا الجوية. الأجواء الرطبة مستمرة معانا مع استمرار الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية، سرعتها تتراوح ما بين 8 إلى 32 كيلومتر بالساعة فترة النهار، من 8 إلى 28 كيلومتر بالساعة في فترات الليل. ارتفاع نسب الرطوبة معانا واردة اليوم، وتشكل الضباب على بعض المناطق خاصة الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح. درجات الحرارة العظمى متوقعة تتراوح ما بين 34 إلى 39 درجة مئوية على معظم مناطق البلاد. استمرار الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية معانا الليلة، سرعتها تتراوح ما بين 8 إلى 28 كيلومتر بالساعة، فرص لتشكل الضباب خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وأيضا الساعات الأولى من الصباح. ننصح أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة خاصة خارج المدينة لانخفاض الرؤية الأفقية ما دون 1000 متر على بعض المناطق. درجات الحرارة منتصف هذه الليلة في أوائل العشرينات ما بين 24 إلى 23 درجة مئوية على المناطق البرية، 27 درجة مئوية على مدينة الكويت، وأيضا تراوح ما بين 26 إلى 28 درجة مئوية على السواحل والجزر. منتصف نهار الغد تحول تدريجي إلى الرياح الشمالية والشمالية الغربية متقلبة الاتجاه على السواحل وداخل البحر، فرطوبة نسبية موجودة معنا خاصة على السواحل وداخل البحر، لكن أجواء أكثر جفاف منتصف وغرب البلاد. رياح شمالية غربية متوقعة تراوح سرعتها ما بين 8 إلى 32 كيلومتر بالساعة، ودرجات حرارة عظمى في أواخر الثلاثينات ما بين 38 إلى 39 درجة مئوية على المناطق البرية، 37 على مدينة الكويت مع عبور لبعض السحب المتفرقة، 36 و 35 درجة مئوية على ورب وبوبيان، وتتراوح ما بين 35 وال 34 على جزرنا الجنوبية كبر قارو وأم المرادم. الأجواء البحرية خلال 24 ساعة القادمة، حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج يبلغ ما بين 1 إلى 4 أقدام، والتيارات المائية في فترات الحمل. موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 4:33، شروق الشمس الساعة 5:52، أما غروب الشمس بمشيئة الله الساعة 5:14. ننتقل إلى الأجواء المتوقعة خلال 5 أيام القادمة، استمرار الرياح الشمالية والشمالية الغربية معانا إن شاء الله، تخف الرطوبة النسبية ابتداء من نهار يوم الأحد، وتستمر رياح شمالية وشمالية غربية قد تنشط على فترات خاصة يوم الأثنين، فرص لغبار مثار على بعض المناطق المكشوفة والبرية، 37 إلى 34 درجة مئوية متوقعة لأعلى حرارة على مدينة الكويت، انخفاض تدريجي ونسبي في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة من 8 إلى 32 كيلومتر بالساعة سرعة الرياح يوم الأحد، وأيضا تنشط على فترات يوم الاثنين قد تصل إلى 45 كيلومتر بالساعة، مثيرة الغبار على بعض المناطق، واستمرار الرياح الشمالية والشمالية الغربية وعبور لبعض السحب على بعض المناطق، وانخفاض أيضا تدريجي في درجات الحرارة ما بين 32 إلى 30 درجة مئوية متوقعة، و 22 درجة مئوية قد تصل إلى ما دون 20 و 19 درجة مئوية على المناطق البرية والمكشوفة، واستمرار الرياح الشمالية والشمالية الغربية تنشط على فترات أعلى سرعة لها تصل إلى 42 كيلومتر بالساعة يوم الأربعاء. تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا لحسن المتابعة.